اهلا بحضراتكم مع فقره جديده. والنهارده اخترنا مرض من الامراض المهمه قوي. الحقيقه بيجي لي العيان وبقول له اتفضل اقعد استريح اسمع شكوتك. بيقول لي يا دكتور ما انا لو عارف اقعد ما كنتش جيت لحضرتك. انا مشكلتي يا دكتور اني مش قادر اقعد. مش قادر يقعد بسبب ايه؟ وجع اسفل الظهر. الحقيقه العيان بيتعب وبيتعب اكتر من اللفه على الدكاتره. كلمة وجع في الظهر كلمة شكلها بسيط، وجع في ظهري، بس عشان نقدر نشخصها موضوع مش سهل. يقول لك رحت للدكتور عظام ما طلعش حاجة، رحت للدكتور جلدية ما طلعش حاجة، حتى رحت للدكتور أعصاب برضه ما طلعش حاجة، ويطلع في الآخر حاجة اسمها الناسور العصاصي. الحقيقة النهاردة أنا جاي أكلمكم يعني إيه ناسور عصاصي؟ وإيه هو الناسور؟ وإيه الفرق بينه وبين الناسور الشرجي؟ شوفوا معانا في صورة هتظهر قدامنا دلوقتي بتوضح لنا يعني إيه الناسور العصعصي. كلمة عصعص هو أسفل الظهر. الحقيقة المنطقة اللي لونها أحمر اللي بان قدامنا قدام حضراتكم هو تجمع نوع من أنواع الصديد، بنقوله خراج، دمل باللغة البسيطة. لما ده بيجي أسفل الظهر ساعتها بيبقى مشكلة، وده بيسموه الناسور العصعصي. هو يعني ايه ناسور عموما؟ نشوف الصورة برضو اللي بعدها. شايفين يا جماعة دي صورة انيميشن بس بتوضح، يعني انيميشن بمعنى دياجرام، يعني بيوضح حاجة مهمة قوي. بيوضح فتحتين موجودين او ثقبين موجودين اسفل الظهر. الثقبين دول هما تعريف الناسور، ما بينهما نفق او سرداب. هذا النفق او السرداب بيكون موجود وبيربط ما بين الفتحتين مع بعض اسفل الجلد. مشكله. طيب ايه هو الناسور اللي بيماثل نفس المسمى الناسور الشرجي؟ تعالوا كده نشوف مع بعض ايه هو الناسور الشرجي وايه علاقته بالشرج. الحقيقه الصوره اللي قدامنا صوره جميله قوي لو تعمقنا فيها. دي قناه الشرج، واللي موجود جوه ما بين العضلات ده نفق سرداب، ليه فتحه داخليه، يمكن فتحتين كمان، في فتحه عليا وفتحه سفلى، وليه فتحه خارجيه. اذا في نفق سرداب موجود عند قناه الشرج. هذا النفق ليه فتحتين بس موقعه المره دي في الشرج مش اسفل الظهر، فسميناه الناسور الشرجي. طيب السؤال اللي بعده، يا ترى ايه اعراض الناسور؟ افراز، الم، ريحه وحشه. افراز، الم، ريحة وحشة. يبقى السؤال اللي بعده، طب يا دكتور الناسور العصعصي أسبابه إيه؟ الحقيقة في صورة يمكن تدينا كده فكرة عن مشكلة العيان اللي بيجي له الناسور العصعصي. اتفضلوا. دي صورة أنيميشن، هي بتدينا بس يعني إحنا لو بصينا على الصورة هنلاقي إيه؟ ببساطة شديدة الجمهور اللي قاعد لو بصيته هتقولوا تعليق. راجل عنده شعر كتير وانت بتبص على ايده وصدره، يمكن عنده غزاره او كثافه في الانتاج زي ما بيقولوا، بس سوء توزيع. مش كده يا جماعه ولا ايه؟ في سوء توزيع. واضح. نفس المشهد ده موجود عند ظهره. هنا بيحصل حاجه، الشعر الكثيف. الشعر الكثيف مشكلته ان العيان لما بيجي بيقعد شعر منه مازال موجود. في ناس عندها شعر الكثيف ده لما تيجي تقلع فانيلتها الداخليه لو نفضتها كده في الهواء تلاقي شعر بيخرج منها. تخيلوا الشعر ده ممكن لواحد بيقعد فترة طويلة موجود على الكرسي قعد عليه، بدأت الشعرة تنمو. وأحيانا حاجة تانية، إن الشعرة نفسها من غير ما تتحرك من مكانها بتلف وتغرز جوه العيان، وكون النتيجة إنها تبدأ تنمو داخل العيان وتنمو عشان تصنع الناسور العصعصي. ده سببه. طيب قدامه مقارنة النهاردة، يا ترى إيه سبب الناسور الشرجي؟ تعالوا اتفرجوا على الفيديو ده وانتوا تستنتجوا معايا المشكلة. الحقيقة أنا هبدأ الفيديو بس أنا أستأذن هنوقف الفيديو، يعني أنا عاوزه كده. أيوة بوز. شوفوا يا جماعة في مشكلة بتحصل كبيرة قوي. المشكلة دي بتقول إيه؟ الجهاز اللي ربنا خلقه لنا، الأمانة اللي جوه بطننا، إحنا مش أمنة عليها. بمعنى انت محتاج تعمل حمام، انا اكيد اقصد في امراض الشرج حمام براز.
عاوز تعمل حمام براس؟ طب ما تقوم تعمل. لا 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 لا، اما روح يا سيدي، قوم اعمل، اما روح. ليه؟ في ناس كده يقول انا احب بيتي والحمام بقى واخد راحتي وبتاع. طب ما هنا انت بتعمل مشكله كبيره، الجهاز الاخراجي عندك مش فاهم كده. الجهاز الاخراجي فاهم ان في ستول براز هيبدا ينزل، جيت حضرتك منعته، قلت مش دلوقتي اما روح. طيب قدامك قد ايه عشان تروح؟ قدامي ساعتين ثلاثه. ده هي مسافه الطريق، مسافه الطريق ده، مسافه الطريق لوحدها ساعات. طب ايه اللي حصل بقى؟ اهو ده تكوين الناسور. بدأ الغدد اللي ربنا سبحانه وتعالى بيفيدنا وعمل لنا غدد تطلع افرازات اثناء عمليه الاخراج. ببساطه يا جماعه كده، كان الاسطول بيخرج، ربنا سبحانه وتعالى ادى غدد بتعمل افراز سائل يساعد على لزوجه هذا التبرز لخروجه. في ايه احسن من كده؟ حاجه عظمه في الخلق. تعالى يا مخلوق واعمل انت المصيبه، تقوم حضرتك الغدد تفتح وتبدا تدي الافراز، وحضرتك بامر منك منعت خروج البراز. طب كانت النتيجه ايه؟ كانت النتيجه الغدد المفتوحه بدا البراز او الانفكشن او الالتهاب او الميكروبات الموجوده في هذا البراز بدات تدخل جوه الغدد، واول ما دخلت جوه الغدد بدات تعمل بدايه خراج داخلي. الخراج الداخلي يعمل مصدر ألم، العين حس بألم. هنا نبدأ نشوف الفيديو مع بعض، يتضح الخراج الداخلي فين مكانه. هو ده من بره، أما الفيديو هيبدأه من الأول تاني هنشوفه. أيوة، شايفين في فتحة داخلية عليا أهي، الفتحة الداخلية دي هي دي اللي عملت الخراج مع بدايته. ده بداية الفيديو أستاذة، برافو. شايفين يا جماعة الصديد بدأ يمشي ازاي جوه العضلات ويخترق العضلات ويخرج بره العيان. هنا العيان قال أنا حاسس بوجع، أنا حاسس بإفرازات ريحتها وحشة، وبعد شوية أنا حاسس بتورم حوالين فتحة الشرج. أنا كدكتور أول ما أبص على الفتحة دي أستنتج إيه يا جماعة؟ أستنتج إن في خراج خارجي حصل، بس ليه اتصال داخلي؟ هو ده ميكانيزم أو الطريقة اللي عملت الناسور الشرجي. جميل، يا ترى بنشخص ازاي؟ التشخيص دايما عن طريق الرنين المغناطيسي. بنعمل رنين مغناطيسي نقدر نعرف حاجات كتير، الناسور عالي ولا واطي، الناسور متشعب ولا غير متشعب. كل دي معلومات مهمة جدا، لازم احطها عناصر قدامي عشان اختار الطريقة الصحيحة للعلاج. ومنه ايه علاج الناسور؟ طبعا هنبدا برضو مقارنتنا، نبدا بعلاج الناسور العصعصي. الحقيقه الناسور العصعصي زمان كان الموضوع صعب قوي، لان كانوا بيروحوا للفتحات كلها وتتشال جراحه يا جماعه، ويتعمل جراحه بنسميها في الطب عندنا زيت بلاستي. تخيل كتكوته بنوته حلوه قطقوطه زيكم كده ورايحه تعمل العمليه دي عشان يتعمل في ظهرها حرف زد، حاجة بشعة. وعلى فكرة لو شاب من الشباب بيحلم بكليات عسكرية وعمل العملية دي ينسى، ما يدخلش كلية عسكرية. تخيلوا يا جماعة ممكن مستقبل يتغير بسبب عملية جراحية، ده غير الجرح العنيف اللي في ظهر البنت. أعتقد ظهور تكنولوجي أعلى، التكنولوجي ده هو الليزر. وبالفعل هنبدأ نتفرج مع بعض على الليزر وعملنا إيه فيه. علاج الناسور العصعصي، الصورة دي الأول أوضحها للسادة المشاهدين، ده مقطع في جسم الإنسان وده السرداب اللي تحت الجلد، ده ظهره. يعني العيان ده يا ولاد كأنه نايم على وشه وأنا مصور منطقة ظهره بالعرض، فبتفرج على الثقوب، الفتحات كلها متصلة ببوكت سوكت كبير، ده اللي بيبقى جواه المشكلة. الحقيقة احنا بندخل بالليزر بنبدأ ننظف الكافيتي كاملة، الكورة الكبيرة اللي هي المصدر الكبير، وبعدها بنبدأ ندخل على كل ثقب من الثقوب دي زي ما انتم شايفين في الليزر، واخد التراك النفق كله. وحديثا بقينا ندي طبقتين من الليزر، انا بأكد دي قوي على صغار الأطباء أو زمايلي إن شاء الله اللي يكونوا أفضل مني كمان، إن احنا بنعمل الليزر مرتين يا جماعة. يعني دلوقتي اللي انتم شايفينه ده معلقة كحت، أنا بأكد معلقة كحت.
بعد ما عملت طلقات الليزر بشيل الأنسجة اللي ماتت، شايفين خروج عامل ازاي، عشان أبدأ أعمل إيه من الأول تاني؟ مرحلة ليزر. برافو عليك، مرحلة ليزر مرة تانية، هايل. الليزر بدأ يعمل عملية غلق للناسور، وبكده تبقى تمت العملية بنجاح. الحقيقة دخول الليزر بقى ليه إضافة أخرى، الأوزون. الأوزون يا جماعة، لو بصينا هنا مع بعض، أنا الحقيقة تعمدت قوي إن أنا أجيب لكم أحدث اختراع مصري كندي. الحقيقة الاختراع ده هو قصته كلها استخدام الأوزون في علاج الناسور العصعصي والشرجي والجروح بشكل عام. إيه هو الأوزون؟ أنتوا عارفين الأكسجين يا جماعة، الأكسجين هو O2 اسمه كده، خلاص؟ الأكسجين هو إيه؟ O2. أنا عارف إن البنات آخرها في الأكسجين بتعمل شعرها، مش كده؟ آه. لكن في O2 وفي O3. الفكرة كلها في إيه؟ الـ O2 إحنا عندنا، والفيديو هنا موضح الكلام ده، عندنا مصدر خروج ودخول للهواء. أنا بوصل أكسجين بالدخول، ومصدر الخروج بطلع منه O3. يعني أنا بجيب ببساطة كده، بنجيب الأكسجين العادي اللي بنستنشقه ونسحبه ونضيف عليه O زيادة عشان يبقى O كام؟ ها؟ O3. برافو. طب وده فارق في إيه الدوشة؟ أنتوا دوشنا يا دكتور والله. والله يا أبداً إحنا مش دوشينك، بس الأكسجينيشن للأنسجة بيساعد على التئامها. مور أكسجين يساعد على التئامها، ودي الفكرة العبقرية اللي طلعت. استخدام الأوزون إن أقدر أستفيد بيه، أحطه معايا في جرح زي الناسور العصعصي، وبرضه بنستخدمه مع أمراض الناسور الشرجي. يبقى آخر محطتنا النهاردة، أمال الناسور الشرجي بتعالجوه إزاي؟ تعالوا نتفرج مع بعض ونشوف مع بعض الناسور الشرجي. هنا بنقول علاج الناسور الشرجي. الحقيقة الناسور الشرجي اللي انتوا شايفينه لونه أزرق ده خيط اسمه خيط سيتون. بنجيب خيط نحطه جوه الناسور، إيه الحكمة؟ أنت جاي تحط خيط يا دكتور في الناسور يا دكتور؟ آه جاي أحط خيط، ليه؟ واحد، بيقلل حجم الناسور ارتفاع وقطر، بيقعد لحوالي شهرين في العيان. بعد الفترة دي، ومش كل الحالات على فكرة تحتاج هذا الخيط. الفيديو هنا وضح لي واحنا بنشيل خيط السيتون وبنبدأ ندخل بقسطرة الليزر. القسطرة زي ما انتم شايفين يا جماعة، نقطة 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 نقطة، أبدأ أعمل عملية غلق كامل للناسور لحد ما أخرج. وعلى فكرة أنا قلت كلمة خطأ، بعترف. أنا قلت غلق كامل للناسور، لا غلط. أنا بعمل غلق جزئي. أنا اديت الأنسجة بداية الالتئام، عشان كده دايماً نقول للعيان أنت قدامك شهرين. شهرين قبل ما يحصل التئام كامل. طب يا دكتور الألم؟ مفيش. إن شاء الله طبعاً. وجع؟ مفيش. إفراز موجود. بس دايماً نقول للعيان حاجة، الإفراز اللي بيخرج منك شمه. شمه. مش هتلاقي ريحته. لا ستول براز ولا صديد، يبقى الافراز ده افراز صحي هيلثي. افراز لو ما نزلش من العيان مش هيخف، تخيلوا. عارفين مرضى السكر؟ انا واحد منهم بالمناسبه. مريض السكر يقول لك الجروح بتلتئم بصعوبه، عشان كده يجي مريض السكر لو انا عامل له استخدام الليزر في عمليات الناسور الشرجي يقول لي والله يا دكتور تسلم ايدك، ده انا ما فيش افراز مني خالص ولا حاسس بالجرح. اوكي، اقول له مع الاسف يا ريتك حاسس بالافراز، يا ريتك حاسس، اقول له مع الاسف يا ريتك حاسس بالافراز، يا ريتك حاسس ببعض الالام، لان ده اسمه استجابه للعلاج. وبرده ما ننساش دور اهم اختراع مصري كندي النهارده بنتكلم فيه، هو دخول الاوزون مع حقن مع عمليات الليزر للناسور الشرجي. الاوزون النهارده بقى يلعب دور كبير جدا في جراحاتنا، والحقيقه اول ما سمعنا عنه في مؤتمراتنا برا مصر، ولما جينا وصلنا الحمد لله عشان نقدر نفيد العيان. من فضلكم، طبعا ما بكلمش الجمهور او بكلم جزء من الجمهور، لكن جمهوري الكبير، من فضلكم خدوا بالكم، اهتموا بنفسكم. النظافه مهمه جدا في دار العيان عشان نتجنب ناسور عصعصي. مهم جدا لو في مشكله شعر ان انت تذيل هذا الشعر
بالليزر كمان يعني، او الامور ممكن تكون في الافضل لو حضرتك تجنبت هذه الامراض. اشكركم واتمنى ما اكونش طولت على حضراتكم، وان شاء الله نشوفكم في فقرات جديدة، ودمتم بخير. شكراً.